وانا زعما هادشي كامل اللي درت ديال انه نكون ارتيست كذا كان علاج بالنسبه لي اكثر ما انه كان خدمه غندخل منها فلوس. دونك قلت لك خدمت على داك السايد صافي. من بعد كبرات هذاك ولاو كيعرفوك الناس مشبعينك وانا نقول دابا راه جا الوقت باش نشارك. شاركت ربحت فهمتي حيت تما فهمت قلت انا شنو كيعجبني. كتصايب كيعجبني الفيديو كيعجبني الموسيقى واش غنديرهم فاش كنفكر قلت لا خصني نخدم سالاري وكذا ونجمع فلوس كذا فهمتي. انا نقول ولكن لا باسيون ديالي كبر من هاد السبب هذا قلت غادي ندير واخا ضحيت بزاف ديال الحوت. من حسن الحظ ديالي غادي نتلاقى مع واحد الفنان معروف في المغرب بسبب هذيك بارطاجي اللي درت هذاك الكونسيبت. غادي يصيفط لي ميساج وغادي يقول لي واش تبغي نخدموا انا وياك زعما بهذا الشيء انت اللي كتعرف دير انا غادي ندير. وهنا يعني بحال قلتي كانت التجربه هذه اللي غتبدل لي شويه انا كيفاش كنشوف الارتيست فهمتي. هذا الشخص هذا هو احمد سلطان صح. شي كاع الديسك اللي خارجين دابا كانوا عندي في الداخل وكنقول راه خصني نخرجهم. مي باش تخرجهم خصك تضحي يعني مثلا حيتاش باش دير موسيقى راه خصك تعطيها الوقت وتريح وتكون كتعلم وتسمع وتلاقى مع الناس كيديروا حتى هما نفس داكشي اللي كدير. كان بروجي ديال سلومو اغنية سميتها سلومو كنت صيبتها واحد الولد كان جا عندي سمعتها ليه وانايا كنحس انه داك البروجي ايا سيت لعيبه مهم بروجي ايا كان الداخل ديالي تخلي انه ايا واخا هو مزيان وسمعته ليه شكون قال لي شويه نقدر نحيد. دونك حمزه قال لي شوف يلا نمشي نصورك ليه بحال كذا يمشي قال لي ديسك مزيان يلا نمشي نصورك ليه. قلت ليه يلا بحال مثلا انا نهار بان لي انه الناس باغيين يتعلموا كونتنت بالدارجه ما كاينش درت لي فلوغ كنشرح فيهم كيفاش تصور كيفاش تصايب شي ديسك كيفاش شي انسترو كذا بالدارجه. نهار بدا كيبان لي انه ولات الدارجه بزاف وكاين كونتنت حيدت هذاك الشيء حيت بان لي صافي دار الخدمه ديالو. ملي تخرج الزنقه مثلا تخرج في كازا تيبان لك شي حوايج خايبين الوغ كو حنا دابا تنشوفوا لي كليب ديالك ولا داك الشيء اللي تحط في انستغرام بلاكس يعجبنا نشوفوا كازا كيما تتوري علينا. هذا وصلني واحد النهار واحد الميساج بقيت عاقل ديال عقلت شكون ما قال لي بحال هكذا ديك الفكره كتقول ما كرهناش نعيشوا في هذا المغرب اللي كتورينا اللي كتشوف انت فهمتي. تنطلقوا في نوفيل فيديو مع ضيف جديد اللي جاي يعاودنا القصه ديالو كيفاش تلقى لاباسيون الشغف ديالو وحولها لخدمته ولا تعيش بها اليوم. قبل ما نقدم لكم لانفيتي اللي معنا اليوم بغيت نقول لكم بحال ديما بلي تقدروا تفرجوا في هذا ليبيزود سوغ يوتيوب فيسبوك انستغرام وتقدروا تسمعوا سوغ توت لي بلاتفورم دو ستريمينغ ديزر سبوتيفاي اي ابل بودكاست. واليوم معنا واحد السيد متبعو شحال هادي واحد من اكبر الناس اللي كرياتيف اللي عندنا في الويب المغربي اليوم معنا السي حمزه حارس. شي بخير صافا كلشي بخير واش بخير الحمد لله الحمد لله. قول لي شكرا بعدا كنشكرك الله يحفظك وي هذاك بليزير اخي اخي حارس نتبعك من شحال هادي في لي ريسورس يمكن من 2013-2014 بحال هكا 10 سنين دوشت كتستي بزاف ديال الزيتاب. اليوم الناس يمكن كاين اللي عرفوك ديغنييرمون الموسيقى ديالك وكاين اللي يمكن باقي ما تعرفكش دونك ندير ميتيت بريزونطاسيون بعدا شكون هو حمزه حارس. هذا اول حاجه عجبني الديكور عجبني الكونسيبت تفرج شي حلقات داكشي جميل كرسي تا وناضي كيخليك مرتاح. حمزه حارس بديت في الاول يعني كندير شحال هذه كنت بديت كندير فيديوهات في يوتيوب زعما هذه زعما واحد المعلومه خلي الناس اللي عارفين انا فايت شايفك في شحال هذه شفتك في مسابقه يمكن في 2012 كنت سميت واحد الكونسيبت سميتو بارطاجيها شي شحال هذه كنشرح فيه زعما كل حلقه كنشرح فيها شي حاجه وكانت تجربه واعره وغنعاودو نرجعو لها من بعد حيت كان ترومبلان بزاف ديال لي زيتاب هكذا في حياتي. دونك شحال من عام
لاج القراية انا عندي 30 عام دابا. اوكي احنا دابا في 2022 30 عام ولد 91 بحالي 92 داز تقريبا شحال مشيت 8 سنين 9 سنين على زعما القراية فاش تخرجت هكذا يعني 9 سنين ديال التجربة هكذا يعني مورا القراية. والقراية كانت في ميم يونيفير اللي دابا اللي فيه انت ولا كنت الجرافيك موشن ديزاين صامخ يعني تقريبا نفس داكشي نفس يعني داك الكوتي ارتستيك وهكذا كنت قاري في تو سكي ارتستيك وكملتي فيه حيت في المدرسه كتقرا جوج كتقرا التكنيك وكتقرا زعما مثلا كتقرا كيفاش تصايب واحد لافي وكذا وكتصايب حتى وكتقرا حتى كيقولوا لي ليستوار دو لار وداكشي علاش داروا هادي وهاد لي فورم علاش مصايبين بحال هكذا يعني لي بوزا ولا فين قريتي قريت في واحد ايكول بريف ايكول بريف صامخش دونك فوالا هادي كانت اون بريزونطاسيون دونك دابا تشرجع ليا من الاول كيفاش بدا هادشي هذا كيفاش بدات هاد الانسبيراسيون انت لقيتي راسك في هاد لو موند ديالك هو الا رجعنا شويه بالوقت اللور غنتفكر انه كنت عندي تجربه في الراب ولا في الموسيقى في 2008 وكنت كنبقى جالس في الاستوديو بزاف كنحضر الناس كيجيو يسجلوا مع واحد الولد اللي كنسلم عليه من المنبر هشام اوداد كان هو اللي مكلف بداك الاستوديو وسجل بزاف ديال الناس دونك كنت كنبقى جالس حداه كنبقى نشوف هاد لي زيتاب اللي كنبقى نشوفهم انا من تما بدا ديش كنفهم انه راه انا كيعجبني هادشي يعني غيجي واحد النهار غنبدا نديرو دونك كنشوف كيفاش حيت شحال هادير ما كانش تيتوريالز هكذا في انترنت ساهلين باش تلقاها كانش ديجا الانترنت بحال اللي كاين دابا كانت يوتيوب كان ميتا كافي لا قلت عليه تا هو شحال هادي دايلي موشن تا هو دونك الكونتنت قليل باش تعرف لي تيوتور ما كاينينش دونك يعني الواقع الا ما كنتيش كتعرف الناس ديال الواقع اللي يعلموك من غير لي بي دي اف اللي كانوا ديك الساعات صافي بدات الفكره من هنا من بعد غندخل نقرا القرايه غادي يكون عندي تجربه مع هذوك الناس اللي قراو معايا وحتى لي بروف كان زعما صراحه لي بروف واعرين اللي شحال كنسلم عليهم من هنا وحتى الدراري والبنات اللي قراو معايا كانوا حتى هما يعني كل واحد تعلمت منه شي حاجه فهمتي حتى في المدرسه كانوا عندي كنقول لهم بحال اخفاقات شويه ونجاحات اخفاقات مثلا كنت في شي مواد انا ما كندخلش ليهم ما انتريسيش ليهم هو غلط ما في ديك الساعه حيت باقي الاكار في العقل ديال الصغر انت مثلا كيعجبك تخدم فوتوشوب تدخل شي ايكول فيها شي حاجات اخرين عاد تقول اخويا داكشي ديال فوتوشوب الحصه ديال فوتوشوب مركز الحصات اخرين هو هذا غلط فهمتي نورمالمون زعما عندك الفرصه باش تقرا حوايج اخرين قراهم راه غتحتاجهم من بعد دونك كانت هذه في المدرسه مثلا وكانت النجاحات انه مثلا لي بروجي ديالي كانوا هكذا كيقولوا بلي من احسن لي بروجي في العام وكذا وهادشي كان كيشجعني فهمتي صراحه يا تقريبا غادي زعما غادي كنجاوب ياك لا داكشي واعد الا بنت لك لا غادي الباركو هو هذاك دونك غادي من الاول من بعد المدرسه غادي من بعد المدرسه غادي نخدم في المدرسه غنكون بحال هكا كنقري صامخ حيتاش بحال قلتي باش تجي بدا تقرينيش انا راه صعيب مي كيحاول يعطيوك المواد اللي شويه كتفهم فيهم وتقدر وكانت ونجحت التجربه يعني شنو بحال لي ماتيريال كنت في الاول كنخدم كيفاش حيت مثلا الدراري كانوا ولا زعما دوك الناس اللي كانوا كيقراو لي ستوديون كانوا مثلا كيفاش تصايب فيديو افتر افكت انيماسيون انا مثلا كنت كنشوف معاهم كيفاش تابيي داك الانيماسيون ب لي زيفي سونور ولا مثلا يعني شي حاجه اللي ماشي زعما كنطيح بها مي زعما بالنسبه لداك الشيء هما اللي بغاو بيزيكس فهمتي ساهلين فهمت دونك بحال هاد العيبات ومن بعد لي ايتاب من بين الكونستركسيون ديال ان بروجي كبير انت كنتي تعاونهم ومن بعد بداو يعني ديك الثقه بدات كتكبر وهذوك الناس اللي خدامين تما بداو كيقول لي راه ممكن دير هذه ممكن وكان صراحه كان مثلا القسم كان كيعمر يعني مثلا الحصص اخرين كتكون ماشي كلشي كيدخل كذا الحصه عندي كيجيو الناس كذا دونك فهمت انه واش حيت كنتي جون ولا بحالك بحالهم ولا يمكن حيت هاد اللعيبه كنت فاهم شنو هما لي كود اللي يقدروا هما يعجبهم مثلا انايا ما كنتش غندير بريزونطاسيون فيها شي ديفينيسيون فيها مع 12 سطر ديال الكلمه فهمتي هادشي ماشي كيعجبك انت حيت حيت انا كنت مثلا ما غنبغيش نشوف هاد اللعيبه دونك كنت مثلا كنستعمل لي زيماج لي زيكزومبل الفيديو مثلا كنا مثلا الحصه معاك كندخل كنقول لهم
اشنو اشنو في الاخر الحصه تعلم كتصايب دايوغ هاد القضيه كنتي درتيها حتى في لي كونسيبت ديال الكونسيبت اللي هضرتي عليه توتا اللي غنجيو ليه من بعد كنت شفت با مال لي فيديو وانا براسي استفدت من بزاف الحوايج دونك كان فيديو مثلا قصير شي دقائق يمكن كاع وتدي منه معلومات دونك تشوف الاول ريزولطا كي غنديروه وتدير صافي تخرج ب وحسد اللعيبه كتجر الناس يعني في تخيل واحد يلا دخل عن ستريس كذا يلا دخل هذيك الزنقه ولي دوني وكذا دخل سد عليه في هذيك القسم ما كتقول ليه راه هذا الشيء في الاخر ديال الحصه مورا ساعتين غادي تولي كدير بحالو تيتكونيكت معاك فهمت اما الا دخلتي بقيتي تقول لي اليوم غنقرا وصافي وكتبدا تقرا وكتقرا داكشي كتقول هو اللي كيبان في ليكرون هاد اللعيبات هما ماشي خايبين غير بالنسبه لدابا حنا شنو كنعيشوا والناس دابا كلشي كونيكتي والناس مثلا علاش حنايا كندخلوا الانستغرام بزاف حيت فيه تصاور فيه يعني فيزيوال سميتو الفيزيوال تخلط لي فرونسي مع لونغ الفيزيوال كيكون زوين يعني كيخلي الناس يبغيو يقراو تيكونسوما فاسيلمون صامارش دونك من بعد ما وليتي تقري في ليكول كيفاش شنو ليطاب اللي كانت مورا من بعد غادي نخرج من غادي نكتشف انه انا كنقري كنضيع الانرجي كثر ما كنتعلمش بزاف صامارش وهذا زعما الناس اللي كيقريو ولا كذا راه عارفين هاد القضيه فاش كتكون كتبقى تعطي كتدخلش ويمكن نفس الحاجه تبقى تعاودها يعني شي من الحوايج اللي صعيبه شويه صعيبه والانرجي حيت ماشي ساهل وخصوصا مثلا عندك واحد 20 واحد كل واحد كيفاش كيفكر كل واحد خصك تفهم كل واحد كيفاش كيتعلم ولاش وكاينين كنقولوا كاينين كيجي عندك شي واحد مثلا عنده مشكل مع الدراسه كامله فهمتي وانت خصك تقنعو باللي راه الحصه بوحدها والدراسه كامله راه مثلا راه ماشي كاع لي بروف كاملين كاين اللي باغي يخدم مزيان كاين اللي ما مسوقش ماشي كيفاش دونك كاين هاد لي ديتاي هادو مهمين دونك غادي صافي غادي نقول نخرج باش نخدم في شي حاجه انا كيعجبوني فهمتي ف من حسن الحظ ديالي غادي نتلاقى مع واحد الفنان معروف في المغرب بسبب هذيك بارطاجي اللي درت هذاك الكونسيبت غادي يصيفط لي ميساج وغادي يقول لي واش تبغي نخدموا انا وياك زعما بهذا الشيء انت اللي كتعرف دير انا غادي وهنا يعني بحال قلتي كانت التجربه هذه اللي غتبدل لي شويه انا كيفاش كنشوف الارتيست فهمتي هذا الشخص هذا هو احمد سلطان صامخ اللي كنسلم عليه من هذا المنبر هذا احمد سلطان واعر كيعجبني كبير ديالنا حتى هو عنده اونيفير ديالو بوحدو وموسيقى واعره وداكشي كامل دونك فاش تلاقيت معاه ولا بحال كنقول بحال خويا الكبير كناش كنتلاقاو بزاف وقراف في الاونيفير ديالك راه وقيله حاجه تلاقينا وكذا داكشي علاش قراف فهمتي زعما كان زعما علمني بزاف ديال الحوايج فنان وحتى داك السايد ديالو الانساني واعر فهمتي كيفاش ملي عيط لك هو واش سيتي حيت شاف لو كونسيبت ديالك لو كونسيبت ديالك كان فيه بلوس وقيله تهضر الفوتوغرافي على التصوير ما عرفتش كان فيه حتى الموسيقى لا ديك الساعه ما كانش موسيقى دونك هو عيط لك على ود باش تعاونوا في ليماج ديالو ولا هو نورمالمون كان ديك الساعه يعني نوميني في الام تي في اووردز وكان عندي انا شي حاجات مثلا في دي كاليتي مثلا فهكا في فوتوشوب وافتر افكت وداكشي كان هو غيحتاجو في الخدمه ديالو دونك هكا تلاقينا فهمتي وصافي وانا اون باغالي كنت كنتعلم منه وكنشوف هو كيفاش كيتعامل في الخدمه ديالو فهمتي كنت كنشوف كوتي موسيقى من عنده هو كان تيتعاونو في واش لافيش ديالو ولا بحال هكاك بحال هكاك كنت فاش كيبغي يبوستي شي حاجه ولا كذا وهذاك بحال قلتي داكشي اللي كنت غنتعلمو في واحد 5 سنين معاه هو في واحد المده قليله فهمتي وحيد ليا بزاف الافكار دي كليشي كانوا عندي على الارتيست بحال مثلا الارتيست هو اللي خصو يكون عنده بزاف الفلوس وعنده عاشكي عرفتي داك الفيك وداك اكتشفت انه لا الكليماج ديال الشو بيز يمكن ولا فوالا حتى داكشي اللي كيشوفو لارج بوبليك مي في الواقع كاينين حاجات اخرين تتعلمهم المهم يكون عندك هكا مبادئ ديالك تكون عارف راسك شنو باغي دير وتكون باسيون باش بغي داكشي اللي دير
جو كوا حتى احمد سلطان يمكن عزيز عليه داكشي داكشي تمشي حتى شد بزاف ديال يا يا وكيخدم لي زالبوم بالوقت ديالو ماشي ياخذ راحته و صافي دونك هذيك التجربه كانت زعما مهمه في حياتي داكشي علاش زعما بغيت نجبدها دابا نهضر عليها في البودكاست ما عمري هضرت عليها وزعما كنشكر احمد سلطان بزاف 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 حيت زعما هو وكاين بزاف ديال الناس كون ما كانوش كنت ما يكونش هاد حمزه دونك تما وليت تدخل شويه عاوتاني لي ستوديو وليت تعرف الموسيقى اكثر وليت تتزعم شويه على اليونيفير الموسيقى يا من بعد من بعد اوفيسيالمون ديال ترانزيسيون وقيله يا من بعد اوفيسيالمون غنسويتش الفيديو والموسيقى حيت واحد النهار لقيناك تطلع في دي ستوري ولا دي فيديو في يوتيوب بواحد الميني كلافي ولا تيبان حمزه ولا تيتانتيريسا بلوس للموسيقى حيت تما فهمت قلت انا شنو كيعجبني كيعجبني الفيديو كيعجبني الموسيقى واش غنديرهم بقيت كنفكر قلت لا خصني نخدم سالاري وكذا ونجمع فلوس كذا فهمتي وانا نقول ولكن لا باسيون ديالي كبر من هاد السبب هذا قلت غادي نديرهم فهمتي واخا ضحيت بزاف ديال الحوايج شنو اللي عاونك ديجا في هاد الاختيارات حيت حنا من اكثر الحوايج اللي تيخليو الانسان انه يعرف لا باسيون ديالو يجلس مع راسه واش انت خديتي بزاف ديال الوقت باش تاخذ هاد لا ديسيزيون واش نورمالمون فاش كتبغي دير شي حاجه كتقول ها الحوايج زوينين ها الحوايج خايبين هادي القاعده اه نورمال وكتشوف واش هاد مسلكك وكتختار دابا انا بان لي انه الحوايج زوينين في سالاري اكثر من هذاك حتى مثلا انت خدام عندك سالير ديالك كاين هذيك ستابيليتي بالنسبه للمجتمع انت راك خدام كلشي مزيان في الجهه الاخرى ملي غتكون كتصيب الموسيقى ولا كدير لي كليب وكذا حتى شي كنقول لك راه في 2014 2015 ماشي دابا حتى حاجه حتى واحد ما ضامن لك انه غتخلص ديك الساعات عاد راك عارف فاش كتبدا شي حاجه خصك واحد 3 سنين عامين يلاه باش كيعرفوك الناس كاش كون درتي بورتفوليو وداكشي يعني ضمن واحد عامين ما فيهاش كاين والو يعني نورمالمون الانسان العاقل شنو كيختار له غيختار ستابيليت ولكن هنا فين هذيك زايده ديك ديك الريسك شي الشغف عنده علاقه كيجين ديما عنده علاقه بالريسك حيت بحال قلتي كتضحي يعني باش تاخذ واحد الحاجه كتعجبك خصك تضحي بحوايج اخرين اللي هما مهمين اللي هما اللي هضرنا عليهم دابا دونك الاختيار هكا شفتو قلت غنضحي حيت في الداخل ديالي حاس انه حتى اللعيبه كنت كنقول راه في الداخل ديالي نحاس نقدر نصيب هذا النوع ديال الموسيقى وغنمشي غنديرو دونك انت من الحوايج دابا قلتي مهمين سي كو كنتي مامن بلي عندك واحد لو طال واخا كنتي باقي ما عارفش شنو هو اكزاكت واش ليماج واش موسيقى واش كتحس حتى هاد اللعيبه انا نقول لك مثلا منير انت فاش قبل ما دير البودكاست كان عندك في الدماغ بهاد ليستيتيك شحال هادي بهاد كيفاش جالسين حنا دابا شي عمايل كنوجدوا ليه وعندك فراسك دي فراس ويعني تجي عندك الناس تشرح ليهم واخا تشرح ما غيقدروش يدخلوا لداخل وانت حاطه في واحد البلاصه ديال هذا راه بروجي واعر هكا غيكون باش غادي وحطوه في البلاصه ديال بروجي واعر ناجح نفس الفكره يعني الداخل هذوك الشيء اللي قاد ديسك اللي خارجين دابا كانوا عندي في الداخل وكنقول راه خصني نخرجهم مي باش تخرجهم خصك تضحي يعني مثلا حيتاش باش دير موسيقى راه خصك تعطيها الوقت وتريح وتكون كتعلم وتسمع وتلاقى مع الناس كيديروا حتى هما نفس داكشي اللي كدير وتسافر خصك تكونسونطري وقيلا 100% على الموسيقى ماكنش دير حوايج اون باراليل زعما تخدم خدمه سالاري وان ميم طون تجي في الليل صعيب 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 جربت انا جربت زعما كتجي مع هذيك الثمانيه كتبغي ترتاح باش تبغى ثاني الانرجي تغدى وعاد ثاني دابا مع انترنت خصك تشيك شنو واقع ميساجات كذا صافي مشيت صعيب انا ما كنقولش انه زعما الحياه ديال سالاري ماشي زعما ماشي زوينه ما قلتهاش غير بعد مرات الا بان لك انه داكشي لداخل ديالك انت كتحس انه راه واعر وكذا خاصك تزعم وكنتي عارف شنو غادي دير ملي غادي تكونسونطرا غتبقى مكونسونطري وغدير هذيك واللي زوين بزاف وخايف في نفس الوقت هو انه ديك المعادله اللي كتصيب ديال الريسك كتبان لك ما 90% ديالها ما ناجحاش مي ديك 10% كتقول ممكن كنت قلت هذه القضيه لسمير مجاري كنا هضرنا على لو ريسك وقلت ليه بلي الاصل كلمه ريسك جايه من العربيه هو رزق
دونك في الريسك كاين ريسك. عندها واحد القصه يمكن نشرحها شي نهار في شي فيديو ابار. دونك فوالا ديما الريسك تيجي بالريسك من بعد، دي حاجه مضمونه. بغيت نسولك، وقتاش عرفتي باللي صافي الموسيقى هي اللي غادي نكمل فيها؟ واحد النهار كان بروجي ديال سلومو، وغني سميتها سلومو. كنت سيبته، واحد الولد كان جا عندي هو صاحبي، هو حمزه هارتر، معروف حمزه الناهي. اوكي، اللي تاهو كنشكرو حتى عاوني بزاف. سمعتها ليه وانايا كنحس انه داك البروجي ايا حتى لعيبه مهم، البروجي ايا كان الداخل ديالي تخلي انه ايا واخا هو مزيان. وسمعته ليه شيكون قال لي شويه نقدر نحيد، باش كنت نتسنى شي واحد يقول لي. وهذاك كان اول ديسك غنخرجو بكليب. ديك الساعه باقي ما كاينش كليب. جا سمعته حمزه كان تيق فيه في هاد الايبات. دابا كاين شي واحد الناس كتيق فيهم في هاد المهم يكون عندك ناس بحال تيجيك نيشان فيها. مثلا هو عنده هاد الكاليتي، يقدر يسمع شي ديسك يقول لك هذا راه كاين واحد 90% يقدر يمشي. وكاين واحد الناس اللي في لونتوراج ديالك يمكن كتسمى هما قراب ليك وتيبغيوك. كلشي شي فاليديو ليك، كلشي يقول لك اه زوين زوين. هادو ما خاصكش تبقى تسمع لهم ديما. هما مزيان يكونوا، ما تعودش عليه، ما تبازاش عليهم. خاصك واحد يكون المهم نتايا تشوفوا انه هو اللي. دونك حمزه قال لي شوف يلا نمشي نصوروا كليب بحال هكذا. ماشي قال لي ديسكو مزيان يلا نمشي نصوروا كليب. قلت لي يلا. لي زوين بزاف انه داك حمزه كان ديما كيعجبو يصور وكيتفرجوا بزاف، وكنت انا كنحس فيه انه يقدر يكون كيصور ديك، يعني كنحس فيه انه يقدر يصور ويدير لي كليب وكذا. وانا نثق فيه في داك يعني اول مره غيصور كليب. قلت لي شوف هاي كاميرا لعيبات كذا، شافوا شويه في انترنت تقنا في بعضيات، مشينا انا وياه سلومو، كليب ديال سلومو انا وياه تقنا في بعضياتنا. صورنا داك الشيء استيتيكمون زوين في بلايص زوينين في كازا كذا، فهمتي. هذاك انواع الكليبات ديالي انا راه ماشي داك الشيء ديال جيب طوموبيل غاليه جيب بلاصه غاليه، هذاك الشيء. ولكن شي تخرج من واحد الريزولتا كرياتيف. المهم زوين، فهمتي، داك الشيء جماليا زوين. صافي مونطينا داك الشيء، شفناه باقي حاس انه انا باقي في الداخل ديالي لا راه واقيلا، حيت هذاك هو بحال قلتي غنسويتشي من انني كنصايب لي كليب ولي فلوغ للموسيقى. للموسيقى وهذه راه صعيبه، حيت الا كان داك الشيء ايام بحال قلتي كضرب كاع داك الشيء اللي داز في الزهر. تيقول لك واحد المثل القال بلونغلي، فيرست امبريشن از ذا لاست امبريشن. اول هذيك اول مره غيشوف كيفاش يشوفوك المره الاولى يحكموا عليك. صافي غتبقى صافي كليش. صافي قلت ليه شوف حمزه لوح ولا من لوح؟ قلت لي لوح وغنلوح. قلت له كاين شرط، قلت لي الا ضرب لي في الفيوز قل، حيت ديك الساعه انايا انسيكيور ديال بصح، الا ضرب لي قرا غنحيد، غنعرف انه راه وقيلا ما كانش خاصني ندير هذا الخطوه. كنتي حاط واحد الليميت ديال لي فيوز هي تعرف واش نجح ولا كنت ديرو في دماغك، فهمتي. هذاك باين انه كان تقريبا قال شي 5000 ولا، فهمتي. قلت انا الا وصل في قل من 5000 غنحي. هادشي اللي كنقول دابا نورمال ما خصوش يدار، فهمتي. انا كنعاود لك القصه كيفاش وقعت، حيت وانا كن دابا كيفاش كتبان لي. انت واخد واحد لو ريسك وواحد الحاجه جديده وما تعيقش حتى شي شحال هذه، حيت مع الوقت كتبدا تتعلم. المهم لحت مش هذاك الشيء مزيان، فات هذاك الرقم وخا غادي داك الشيء وكذا. و داكشي علاش كنقول انه زعما كل واحد خص يكون دايرين به واحد الناس من غير انه كيبغيو والثقه. شي الثقه مهم. بعض المرات شي واحد كيجي عندك باغي غير يحس انك انت تثقتي فيه وما بغا حتى شي حاجه، وديما تثق في داك اللي ماشي اللي معروف ولا اللي، فهمتي. كاين واحد الناس كتلقى يلاه بادي وعنده شي لعيبه في هذوك، هذوك هما اللي خصك نوع، حيت الاخرين مش كون اونتوري بهم. لا حتى مثلا انا كتلاقى مع شي واحد ولا كذا كيصيفط لك شي، انا راه بديت في لافوطو ولا بديت شوف هذا الكليب كذا، نورمالمون تقدر تكون انت مثلا ما عندكش الوقت ولا مثلا راسك عامر شي لعيبات اخرين، مي في هذيك اللحظه هو بالنسبه لي مهم. يعني الا ما تعطيتيها واحد شويه الوقت وريحتي تفرجتي قلتي لي ربلان هادشي واعر كذا، ماشي تكذب عليه، ما كتشجع، فهمتي. هو تقدر تاثر فيه تخليه يكمل. حيت لمشيتي قلتي ليه
اشوف ما عاوتاني خاصك تقول لي الحقيقه ملي كان داك الشيء ماشي هو هذاك قول لي هادشي ماشي هو. لا شوف انا نقول لك دابا هادشي داخل في الاخلاقيات ديال كيفاش تقولها حيت هذاك هو يلاه جاي جدك عنده واحد الجهد ما يمكنش واخا يكون داك الشيء عيان حيت انت عيان بالنسبه ليك هو راه بالنسبه لي داير اول بروجي فهمتي اول ايفور ديالك ما يمكنش تجي تقول لي هادشي تقول لي مزيان امتى بديتي فهمتي هو خصو يحس انك انت راه انتريسيت ماشي كذوب مي كتحاول تشجعو تعطيه وقت تعطيه فرصه فهمتي صافي وكندير هاد العباد يعني بعض المرات كنقول ناري دابا انا راسي مر في عندي شي مشكل كذا نقول لا بلاتي انا طلعت حيت هو بالنسبه لي مهم اكثر مني انا الوقت كيما انت يمكن واحد النهار شحال هادي لقيتي واحد الناس اللي فوال حيت انا هاد العيب ديما انا راه الا لاحظتي في لي زانترفيو كذا كنقول كنشكر العائله وصحابي وكذا حيت عارف شنو داروا حيت كون ما كانوش كان كانوا شي ناس اخرين كل واحد تقلم عليك كملت. شويه ما كنتش ما نكملش كنت غنحبس البلان اللي قلتي ديال الموسيقى ما كنتيش باغي تحطها وني حطيتيها درتها سوكسي بزاف ديال الارتيست سورتو في الموسيقى تهضر عليهم هاد البلان هذا ما تيكونش تايق في ان بروجي ولكن انت حطوتي تمشي عليه واش حيت هو تيسمعوا بودنيه هو كما تنقولوا واش خاصك دير الموسيقى تسمع الناس واحد اخر دير بحال انت هو هذوك الناس اللي غيسمعوا هو دابا عرفتي بحالاش باش نشرحوا لكل شيء فهم هو فاش كتسمع لاول مره راسك فوكال في واتساب كنت تقول اوه انا هذا حياتي كامله كنضربت الصوت كيفاش تحتارموني كيفاش نفس الفكره حيت نتايا كتسجل وداك الشيء انت عايش فيه فهمتي فاش كيسمعوه الناس ما كيسمعوش بديك السمعه اللي نتايا سمعتيه بزاف ونتايا مثلا الناس يطلع درتيها انت مبرسطاك ومرا الناس كتعجبهم ونقولك واحد الحاجه انا الديسك اللي عندي اللي ماشي ما كنحملوه ما زعما قل فهذوك اللي كيعجبوني هو اكثر واحد كيقولوا لي الناس واه هو اللي يعجبك هو صافا صافا كيقول اي اللي كانت صافا واه ما اللي ما كنقدرش نسمع ليه وهاد العيب راه كتوقع ماشي ليه زعما الاغلبيه كيقول لك دوك الديسك اللي كيتشهروا ليهم هما الديسك اللي كانوا كي بحال قلتي كيبانوا ليهم فيهم بزاف د العيوب وما كاملينش في الميكساج ويكون يعاودوا يقدر يكون حسن ماشي كيف هذه بوحدها هذه بوحدها تخليك تفهم انه هادشي زعما ما عندوش واحد هكا معادله غديرها وغات واحد زائد واحد وكاينين ديال الاخرين عندي معاهم قصه بحال دابا حتى هي صيبتو شهر ثلاثه صيبتو سمعتو الدراري في الطوموبيل وقالوا لي راه ناضي وكذا وخليته تل شهر 11 ولا شهر 10 عاد خرج تخيل يعني وهذيك المده كامله على البال ديالي انه ديسك صافي احيد وهاو دابا فاش خرج وكيفاش الناس كيشافوه وعجبوهم وكذا يعني من هاد زعما الناس اللي كيشوفونا دابا الا كان عندك شي دي بروجي هكذا في بيسي وخايف منهم كذا يقدر يكون انت ما كيعجبكش مي راه يقدر يعجب الناس وخا تكون غنيتي واحد لو ستيل اللي انت ما كيعجبكش ولكن كاين الناس تيسمعوا لهذاك لو ستيل وكاين ديالك كيقدروا يعجبوك انت هي ما يعجبوش ما يعجبوش هذا الديسك اللي كيعجبني بزاف كنشوف فيه دي زيليمون واعرين في الموسيقى بحال الموتور هو اقل واحد في الفيوز واقل واحد زعما غير نتلاقى مع ناس يقول لي راه ديسك زوين ولكن انت حطيتيه حيت انت عاجبك انا من الديسك اللي عجبني بزاف ما حطيتيهش باش يجيب دي فيو ولا غرقت فيه شويه غرقت فيه فهمت خي حمزه بغيت نسولك كيفاش جيك الانسبيراسيون باش تقاد ديسك شوف موسيقى كنحل البيسي كنوط بيسي لوجيسيال كنبدا كل مره بشنو درامز رود بيانو جيتار كنبدا وكتبقى غادي كتبقى تعمر في داك الموسيقى نزيد هادي لا نقص هادي بعض المرات ماشي كتسمع انت مزيان كدوز واحد ثلاثه السوايع ولا الغد ليه كتحل كيبان لك شي حاجه درتي يوم ما بلانش ما عجبكش وهاد اللعيبه في شكل انت حيت انت البارح كان عاجبك الغد ليه كتولي تسمع اوه كيفاش هادي كنت كنسمع عادي دونك حتى تبقى تزيد دي انسترومون تزيد دي تروك باش من بعد تسمع ريزولتا مزيان عاد واهم حاجه عندي انا هو لي زاليمون كاملين تسمعوا حيت كاين مثلا في شي ديسك اخرين كيبان لك حاجه كتسمع شي لاخرى مكمل انا لا انا كنبغي تسمع كل حاجه تحس بهم كاملين انهم مع بعضياتهم ماشي واحد كاين واحد لا ما كاينش واش تكون سمعتي شي حاجه من قبل
شي انسبيراسيون تقول بغيت ندير بحال واش فاش طرات لك؟ لا كنديرش هادي وقع لي اللي كتخلي هذاك الشيء يكون شويه اوتونتيك. ولا تقول مثلا بغيت نمشي لهذا الستيل اليوم غادي ندخل غنصاوب هذا الستيل؟ لا لا قليل من غير الا كان شي بروجي هكا ديال الفلوس فهمتي يعني عارف راسي فين غنمشي. مي داك الشيء ديالي انا كنبدا كنبقى غادي هو زعما من واحد جهه اخرى بحال كندير الثيرابي شاش كتكون انت معنكاس ولا كذا كتجبد كتبقى تجرب كتسمع داك الشيء اللي تيعجبك صافي هذيك ساتيسفاكسيون انت عندك لداخل ومنها كيطلع فهمتي ديك وراه عندي بزاف لي بروجي اللي ما خرجوش اللي ما خرجوش وقع لي شي 1000 مقارنه مع اللي خارجين شي شحال شي 20 مثلا راه شي 1000 اللي ما خرجاش كتقول صافي هادو خليهم عندي ولا كيجي شي واحد مثلا كتسمعو كيقول لك هذا راه واعر خصو يخرج كتقول ليه صافي واخا كيبقى عندي واحد لي دو جوغ تلاقيت مع واحد لو كوزان لو كوزان كان تيعرفك شحال هادي دونك كنتو شاركتو يمكن فواحد الكومبيتيسيون شحال هادي في 2014 ولا 2000 ضحكين وقال قلت له غيجي عندي حمزه في البودكاست ويقول لي قال لي حمزه من داك النهار اللي تلاقينا كنت عارفو غيدير الموسيقى واو والله قال لي كنا تنشوفو حنا كاملين مجموعين تنضحكوا هذا وكان هو جالس فواحد القنيته وتدير كاسك وتي تيدير شي لعيبات في الماك بوك ولا لا شحال هذيك كنت ماشي سوسيال بزاف فهمت يعني مثلا في ليميسيون ديال ضاحكين ما كنتش كنقدر ندخل مع الدراري كان عندي مشكل انا مع راسي كنحاول سورتو المسابقه ديال الضحك خاصك تكون اكتيف دابا انا اصلا بداو نعاودو كيفاش شاركت دابا كيعجبني واحد الضحك اللي بحال داكشي اللي كيدير حسن الفت شحال هادي بحال شكون واحد الضحك ماشي ديال تبقى ماشي ديال التصفاق ولا ماشي ديال تبقى الضحك ماشي ديال التعواج ديال التكست ما نعوش مثلا غير ديال الفكره فاش كتسمع كدير بحالك صافي زعما دير ضحك شي بزاف ولا تقول ديك ولد الحراره صافي كتقول خونا مريك بحال دابا مثلا كيعاود لي شي واحد شي نكته ذكيه ماشي كنبقاش نضحك كنقول واو واش هذا كيصعب بحال زعما ما ضحكاتنيش ما قلت واو ذكي كيفاش مصيب خطير خطير دونك انا مشيت على هذا الاساس تما الدراري كان بزاف لي ستيرو منهم صدراتي منهم اسامه رمزي منهم سويد كان اسامه رمزي تا هو في ذاك العام الاول وقال العام الثاني عاد عاد عاود شارك فهمتي كانوا الدراري كانوا بزاف ديال الدراري كان بولولو كاين اسامه رمزي شكون عاد نسيت المهم كاين بزاف وكانت تجربه واعره كيفاش قلتي لي ليدي باش انني مشيت سهله انه صيفط انا واحد الفيديو باش نشارك به بانت لي مزيانه فيها داك الشيء اللي انا تخيلت وصافي وانا نقول قلت شوف انا راه ما كنديرش الضحك كي نجرب وكان بداك واحد الحاجه اللي ما عمري قلتها انه داك ليميسيون مشيت على قبل باش نتلاقى مع لي تكنيسيان اللي كيصوروا ليميسيون بلان مثلا حيت قالوا باللي غيكون مثلا امير رواني عبد الرافع عبديوي كاين غيكون حسن الفاد دابا قلت هذا هي فرصه باش نتلاقى معاه نشوفوا ما كيفاش كيخدموا انا ماشي زعما باش يقولوا لي كيفاه انا نكون حداه انت كنتي باغي تشوف هذاك اليونيفير كي تدوز تصوار ليميسيون شاركت تقبلت مشيت دابا فاش مشيت بديت كنقول اوه شنو ندير دابا شنو كيفاش من بعد لقيت راسي فينا علاش لقيت راسي فينا حيت انا كنت كنتبع دابا بحال مثلا كيقول لك مسابقه شنو خصك دير باش انا كنت كنقول واش باغي ننجح غندير هذاك الشيء اللي كيقول لي غير اللي كيقول لك خصك كنحترمهم كنوصل دابا دير في المسابقه بحال هكذا ماشي كان لوبجيكتيف ديالي هو واقيلا كون مشيت بديك اللعبه ديال خاصني نضحكهم ما كنت وصلت لفينا انا كنت كنقول اشنو قال لك اش مثلا كانت واحد اللحظه كل واحد كتب تاكس ديالو هما يجوا عندنا ويقول لنا كل واحد تقلبوا كي اللي تعصب وشنو كانوا حاطين لنا الكاميرا بحال كذا مثلا كي اللي بدا كيغوت ولا هادشي ماشي معقول كذا واش كانوا كيديروا التاكس ديال الاخر وما كانوا كيشوفوا غير ردة الفعل كانت كاميرا كانت شاعله اللي بدا كيغوت وما خدمش كذا تقصى انا شنو قلت انا صافي قلت مزيان صافي ارلي داك الشيء اللي تكنيسيان
طلعت شحال هكذا درت هذيك اللعيبه صافي دز فهمتي في الفينال صافي في الفينال بان انه راه هذوك الدراري راه كيضحكوا انا راه ما كنتش كنضحك انا كنت كندير واحد اللعيبات ماشي ديال هذيك البلاصه فهمتي مات الكونتاكت اللي كان عندي مع الدراري الدراري ضريفين واعرين فهمتي مزيان وقال كان بوست هو في الانترنت بلوش يعرفوك شويه شويه واخا داك الفيديو اللي تلاحت زعما في الاخر كانت هي اللي فات ديسلايك بزاف فهمتي ولكن هادشي ما كانانيش انا اصلا ما غاديش كون كنت مثلا غادي باش نضحكهم كنت غنتعاد تلاقيتي مع امير تلاقيتي مع حسن جلسنا درنا كتشوف واحدين راه حسن الفد راه تقولي فهمتي راه ماشي زعما اي واحد كذا في المغرب يعني راه كارير قد قداش واستاذ وكذا صافي وكانت تجربه زوينه والفكره اللي قال لك صحيح صح حيت كنت كنكون جالس لراسي بزاف الوقت فهمتي هادشي واش لفات انك تكون انطوائي مثلا سي بوج دابا باقا ولا شويه وقيله شويه واش هي تعاون في الكرياسيون ديال لي دابا نورمالمون هذيك الليطه اللي كتكون فيها شنو هي كتبقى اوبسيرفي بزاف كتلاحظ بزاف والملاحظه بزاف تقدر يا اما تمديك الطريق مزيانه يا اما ديك واحد الطريق حيت ملي كتلاحظ بزاف كتبقى دير استنتاجات وهذوك الاستنتاجات كياثروا لك على الدماغ يعني مثلا خرجتي للزنقه كنتي غادي بانت لك حفره بديتي كتقول بلي هاد حفره غادي شويه طلعتي الطوبيس ونادو كيغوت واه هكذا ولا شميتي شي ريح عري فهمتي كتبقى راد البال لي ديتاي يعني النهار ديالك كامل بقيتي كتجمع هاد الافكار كاملين راه في الاخر ديال النهار غتولي انسان سلبي حيت بقيتي مي شنو اللي من بعد كيبدا يوقع كتبقاش تاخذ الامور بجديه بهذا المعنى يعني مثلا ملي كتقول حفره صافي راه مالي انا اللي درتها ما درتها ما واش نقدر نصلحها ما غنقدرش حيت انا ماشي حيت شي حوايج كتقدر تصلحهم انت كدير بحال مثلا بان لك بحال مثلا انا نهار بان لي انه الناس باغيين يتعلموا كونتنت بالدارجه ما كاينش درت لي فلوغ كنشرح فيهم كيفاش تصور كيفاش تصايب شي ديسك كيفاش شي انستري وكذا بالدارجه نهار بدا كيبان لي انه ولات الدارجه بزاف وكاين الكونتنت حيدت هذاك الشيء حيت بان لي صافي دار الخدمه ديالها يعني كاين واحد مثلا في الداخله ولا في قلميم وكذا ما يقدرش نجي انا تلتما ولا مثلا شي ماستر كلاس ولا شي دونك الحل درت فيديوهات اي واحد يقدر يشوفهم الدول عشان واحد كيسوق يقول لي فينا هم كنقول شوف راه داروا خدمتهم صافي وكاين دابا محسن يعني علاش غادي يبقى صافي زعما بحال هكذا يعني كنت هذه القضيه اللي قلتي دابا قليل اللي تيدير كاين اللي تيدخل تيدير مثلا كونسيبت في الويب ويبقى يهضر في اي حاجه خاصو هو يبقى يحط كل سيمانه لا ماشي بحال هكا دونك انا تنشوف باللي بحال دابا مثلا بودكاست اليوم لوبجيكتيف منه هو نجيبو دي جون باسيوني ناثروا على لي جون باش يلقاو لا باسيون يعيشوا بها نهار نشوف باللي وصلنا لهذا لوبجيكتيف دا واحد 10 الناس قدرنا نعاونهم صافي يدوز لحاجه وحده اخرى ويحبس ماشي ضروري يبقى كمالي باش يكمل هذا كيجيني صار شي تفد تفد شي ديال الترند وكذا كلشي خصيكم خصيكم خايبين زوينين حتى كاملين كنصايبوا واحد حيت بداك الخايبين باش كتعرف الزوينين فهمتي وبدوك الزوينين باش كيبانوا لك هادو خايبين دونك شي كيكمل شي والناس كتختار شوف الاخر راه اللي كيبغي يمشي يضيع الوقت انترتينمنت وداكشي بقى يشوف مثلا واحد القضيه اللي قلتيها توتاليغ سي ملي تخرج الزنقه مثلا تخرج في كازا تيبان لك شي حوايج خايبين الوغ كو حنا دابا تنشوفوا لي كليب ديالك ولا داكشي اللي تحط في انستغرام بالعكس يعجبنا نشوفوا كازا كيما تتوري علينا هذا وصلني واحد النهار واحد الميساج بقيت عاقل عليه ديال عقلت شكون ما قال لي بحال هكذا ديك الفكره كتقول ما كرهناش نعيشوا في هذا المغرب اللي كتورينا اللي كتشوف انت فهمتي وهذه عندها علاقه في التجربه ديالي في برا حيت شحال من واحد مثلا من برا كيقول علاش رجع شي كدا لا دابا المغرب راه فيه شي حوايج خايبين حنا ما قلناش ما كاينين بزاف د الحوايج زوينين ما كنردوش لهم البال وشكون اللي كيرد لهم البال هو التوريست اللي كيجي من برا مثلا كتقول او علاش كيجيو انا ديما كنقول او علاش كيخليو تما اش غيجي يدير وكيجيو هنايا حيت كاينين بزاف د الحوايج هنايا ما كترش لهم البال فهمتي غير لارشيتكتشر ديال المغرب هذاك الخليط ما بين داكشي فرنسي واسباني ومغربي وحنايا كيفاش كنلبسوا في الزنقه وداك التنوع وهادشي كامل
راه بوحدو شي حاجه. هو انك تمشي لطنجه وشفشاون وتشوف واحد حاجه بوحدو لاستيشيك مثلا كيشبه داكشي اللي كاين في اليونان وكذا، وغتهبط مثلا اكادير ولا تيزنيت وكذا وغتلقى واحد، ولا في تفرا وتلقى واحد الاستيشيك ثاني وحده اخرى كولا وحده. راه هذه بوحدها شي حاجه اللي فهمتي انا، تلقى كونتينون كامل قاره كامله فيها هادشي حنا اللي عندنا في المغرب اللي تقدر خمسه السوايع انت وصلتي ليه فهمتي. دونك كتكون المرحله ديالك من انك كتشوف الشوفه ديال صافي سطحيه اللي كتبدا ترد البال لي ديطاي واللي ديطاي اللي زوينين. مثلا غير في القهاوي مثلا انا مش كنمشي نقلب على شي قهوه تكون قديمه كذا باقي في هذاك بحال كنحس براسي بحال دخلت بحال سافرت عبر الزمن دخلت لشي السبعينات. وتا الناس اللي كيكون بحال دابا كاين شي قهاوي باقيين دابا كيكونوا فيهم ولاد الدرب ديال ديك الزنقه، ديك ولاد الدرب كبروا شي 40 عام وما تيجلسوا كبروا وباقيين مولفين ديك وكيحسوا براسهم بحال قلتي باقيين صغار وهما لابسين كتحس بهم كبار، وكاين اللبس ديالهم كيفاش كيتحركوا كيفاش كيهضروا كيفاش كيضحكوا مع بعضياتهم بحال عندهم واحد 18 عام. وهاد القهوه ماشي كيعجبوني نجلس فيهم نشوف كيفاش الناس كيديروا وكذا، وهادشي كينفعني حتى في الاسبيراسيون في الافوال كخير سا مارش. كنا هضرنا على الكونسيبت اللي كنتي حطيتي ديال لي فلوغ كيفاش لي تيوتو هذا، دونك كيفاش جات ليدي و بغيف زعما تشرح لنا كيفاش كنت واحد المحطه مهمه في حياتي هو انني نشارك في واحد المسابقه اللي سميتها ماروكو باورز. شاركت واحد العام وانا نساحب. دابا انا فاش شاركت كان كيجيب لي الله كنحس انه راه غنربح وغن مي في الواقع لقيت انه داكشي اللي كيتخيل ليا ماشي هو الواقع. ونساحب ما كان حتى شي واحد يفوطي عليا كان كيعرفونيش كوميونيتي ما كيعرفونيش الوغ كو يمكن كنت جيت دير شي حاجه واعره. وهاد العباره مهم سي لا ميم شوز كانت طرات لي كنت ندير حاجه واعره وبزاف الناس يقول لك واعره وتيبان لك الكاليتي مع شنو اللي مشارك، مي تلقى وحدين عندهم كوميونيتي عندهم اون باج فيسبوك لي كبيره كلشي شي شي بوشي حتى دوك كيتحولوا من بيرسوناج فيزيك ولا واحد هكذا انسان البراند. هذه النقطة مهمة حيت ملي كتولي تعمل انت كبراند كتعرف كاينين شي حوايج خاصك تبدا ديرهم كاين شي حوايج ما خاصكش تبدا دير. انا جايك في ماروكو باور دونك قلت اشنو خاص يكون عندي، الناس متبعين خاص الناس يفوطيو خاص 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 دونك غنبدا ندير شان في يوتيوب غنبدا ندير غنبدا ندير باش يكون يعني داك السايد ديال كنقولو اخلاقي وباش ماشي غير نستغل الناس وكذا. قلت خاصني نكون كندير شي حاجه زوين تعطيهم باش ملي يحتاجو يعطيوك. فوالا ما يمكنش تقول صافي باش نجمع الناس. قلت اش ندير هو غندير فيديوهات كنشرح للناس، هي الفكره هضرنا عليها قبيله كتشرح للناس كذا بالدارجه، اهم حاجه هي بالدارجه. دابا حيت المغرب كامل راه ماشي كلشي كيهضر بالدارجه، كاين امازيغيه كاين بزاف ديال كاين سميتو في المناطق ديال الصحراء وكذا راه كيهضروا بالحسانيه وكذا ممكن بزاف. مي الدارجه دابا مثلا شعلتي التلفاز هكذا قال هي اللي غالبه اللغه اللي ولا اللهجه اللي كتستعمل بزاف. دونك قلت هي اللي هي كنهضر بها انا فهمتي، حيت الاصل ديالي مثلا انا ديما كندير عندي واحد الدري صاحبي من تافرا واش كيعلمني مره نهضر مثلا بامازيغيه وكذا كنتعلم شي كلمات. مي انا الاصل ديالي زعما ماشي من تما دونك اختاريت نهضر بالهضره اللي كنهضر بها انا. صافي كانت الفكره بحال هكدا بديت كنلوح بشويه بشويه وكندير حتى حاجه اخرى ديال مثلا كنمشي لزافان يعني حتى شي واحد اللي كنمشي مدينه اخرى ما يقدرش يجي دونك انت كتدخلو معاك بحال كيمشي لتما فهمت كيشوف شنو واقع دوك الناس كنبقى نسولهم كيفاش كذا. وهداك الشيء صعيب انت زعما ديرو كانسان هكذا اول مره تهضر مع الناس، وانا كنت ديجا عندي مشكل دونك انا كنت عند كاميرا سلام كذا شرح لينا هذه راه شي يعني اكزرسيس بالنسبه لي اكزرسيس واعر يعني كنت كنتعلم في هذيك اللحظه اللي انا كان فهمت. انا باغمي الحوايج اللي على ودهم ندير البودكاست هي القضيه هي باش ندخل مع الناس ديجا ريزو يزيد يكبر تعرف على الناس جداد شي واحد الوقيته صافي ولاو عندي صحابي معروفين خاصني صحاب جداد خاصني ناس جداد و ميم طون نولي اون كونتاكت مع الناس. دونك يا بلان هاد اللعيبه زوينه زوينه بزاف في الانترنت في يوتيوب ولا ملي كتكون كتكري كونتنت وكذا راه كيصعب للناس انه انت غير كتعلمهم مي راه حتى انت كتعلم في نفس الوقت
وبزاف. وانا زعما هادشي كامل اللي درت ديال انه نكون ارتيست وكذا كان علاج بالنسبه ليا اكثر ما انه كان خدمه غندخل لنا فلوس. دونك قلت لك خدمت على داك السايد صافي. من بعد كبرات هذاك ولاو كيعرفوك الناس مشبعينك وانا نقول دابا راه جا الوقت باش نشارك. طبعا. شاركت ربحت فهمتي. ربحت حيتاش متبعيني الناس فهمش. يعني ماشي حيتاش زعما انت وليتي واعر زعما تقريبا بقى الميم كاليتي اللي كنت دير النهار الاول تقريبا تقريبا يعني غير حيتاش يعني شحال من واحد دابا اللي كيتفرج فينا راه غيكون خدمته واعره وكذا ولكن حيت ما كيعرفوش الناس القيمه ديال خدمته ما غتكونش عند نفس القيم. لا ديفيرونس هي ولات عند كوميونيتي برانديت راسي يعني طبعا. قلت حمزه حارس كسميه خص ملي تسمعها مثلا تخيل وكذا 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 فهمتي يعني صافي ولا عندي اوبجيكتيف صافي. من بعد التجربه هذه اللي غادي تخلي بحال قلتي يولي بان لي انه هادشي اللي كندير نقدر نربح منه فلوس فهمتي ماشي غير هكذا. دونك هادشي جديته وخلطته مع شنو قريت وليت كنخدم به وليت كنخدم مع الناس والناس كيخدموا معاك لجوج ديال الاسباب. السبب الاول داكشي اللي كدير في انترنت والسبب الثاني هو انت كيفاش داير في الكاركتر. لعيبه مهم واخا تكون واعر واخا تكون واعر الا كنتي كاركتر ديالك ما بلانش ما يعاودوش يخدموا معاك الناس مش يقولوا صح حيد هذا فيه المشاكل. دونك هذه هي نقطه مهمه كان خاصني ناخذ وقت بزاف باش نخدم عليها حيت كنت مركز بزاف على التكنيك. قلت لا حتى انايا كيفاش كنهضر كيفاش خاصني الناس حتى درت معاهم مثلا وقت خاصني احترم داك الوقت اللي قلت امتى ليفري الخدمه من حس واحد لقيت مثلا تقدر تكون كتقول اه صافي ما نجاوبش التليفون ولا نطفي. لا ما طفيش التليفون جاوب. كان مشكل كاين مشكل ماشي تبقى تخبال فهمتي يعني هاد دي ديطاي هادو بديت كنرد لهم هادو لي ديطاي تخليوك تافونسي باش تدخل هاد العالم ديال حتى الريبيتاسيون ديالك مهم. اي واحد يبغى يخدم معاك الو فلان واش مزيان كيخدم ظريف فيه كذا ياك ما مريض في راسو شويه فهمتي باش يعرفوا معاك. دونك حتى الا كنتي كدير المشاكل مع الناس اخرين ضد دور الهضره غيبداو يقطعوا عليك الخيط. دونك هادي مهم سا مارش. اوكي دونك اليوم اللي سولتك بخير لو باركور كامل فين تشوف راسك زعما من هنا واحد المستقبل كل خمس سنين سنين قريب 10 سنين 10 سنين وكذبش عليك زعما كنشوف نقدر ندير شي مدرسة تكون شي مدرسة ماشي لوبجيكتيف هو يقراو الناس بالفلوس ما هو يكون في هاد النص ديالك يقراو الناس بالفلوس من النص الاخر كيقراو حتى الناس اللي ما عندهمش ماديا ما يقدروش يخلصوا يعني بحال قلتي هادو غيخلصوا على هادو بلا ما يعرفوا فهمتي. ومدرسة شنو يكون فيها اكزاكتلي شي ديال هادشي اللي كنفهم فيه انا وكيعجبني فهمتي ما نقدرش ندير شي حاجة. دونك هادشي اللي قريت وهادشي اللي كيعجبني غنصايب غير اللي زعما نقدر نمشي فيه بزاف هو نصايب واحد الموديل اللي يولي من بعد المدارس يشدوه ويخدموا به من بعد فهمتي. يعني ماشي غتمشي تشد داكشي اللي كاين لا غنصايب واحد كيفاش شي بحال دابا مثلا حنا في المدرسه كاين مقررات ديالنا نقدر انا نمشي بعيد ونصايب مقررات ديالي يعني نصايب مقرر ديالي بريزونطاسيون ديالي يعني يولي واحد ستيل يقول لي يقول اه حنا بغينا نديرو بحال هكذا وتولي في العالم. انا راه زعما ماشي كنقول راه المغرب وكذا راه الا كانت شي حاجه واعره وغتخدم الانسانيه راه كتدور في العالم كامل. انا ملي سولتك كنت تسحب لي الجواب يكون شي كولاب مع شي ارتيست مشهور شي حاجه اللي تحلم بها والله ما عنديش ما عنديش. واش باقي عندك شي ديسك باقي في راسك باقي تدورو باش تخرج باش شحال هادي كان عندي هاد العيب ديال بغي اوسكار غرامي فهمتي. من بعد فهمت انه ماشي داكشي اللي كان كيبان ليا ماشي هو الحقيقه. دونك غنكون فرحان مثلا الا كولابوريت مع شي ارتيست كيعجبني وهكذا ولكن ماشي زعما هذيك بحال قلتي النهايه ملي غندير راسها غنريح نقول لا لا. وكان في الموسيقى شنو هو الاوبجيكتيف ديالي باقي في الموسيقى هو نبقى ديما نفاجئ الناس موسيقيا يعني فاش كتسمع تبقى تقول اه ديما توقعتهاش. دابا لدرجه دابا الناس فاش كيبغيو يسمعوا شنو غنخرج ما كيعرفش بالضبط اش من في الموسيقى شنو غيكون حيت انايا كنخدم بهذا العيب كنقول مثلا هادو كاملين اللي خرجوا اي كاينين شي حوايج كيتشابوا في لافوا كيفاش مسموعه في لي زيف
مي في لي زيليمون ديما كنبد ديما هو الارتيست الارتيست يكون واعر parmi زعما لي زارتيست الواعرين تيقول لك الفو توجور سوربروندر لو بوبليك تي سينوك هنا انت غتجيو من هنا العلاج بالصدمه علاج بالصدمه قدروا كاع تيعرفوك تتغني غدا تمثل كاين شي حاجه وحده اخرى لا لا بلان هذا هو زعما هو كيفاش كن حيت مثلا نقول لك سلومو كيفاش داير ماشي هو صاف صافا ماشي هو تاي تاي ماشي هو نسيت ماشي هو الموطور فهمتي يعني كمودافيون ماشي حتى حاجه من هذاك الشيء وانا عارف انه كاين ناس كيردوا البلاد خصوصا اللي كيدير اللي في الدومين ديالي كنتلاقى معاهم كيقول لي صافا داك الشيء اللي درت هذيك اللعيبه اللي حطيتيها كذا اللي ما غيرش لها البال اي مثلا في لارج بوبليك يقول لك دير اللي درتي واو كذا وانا كنفرح حيت راه شي حاجه واعره تكون غاديه مثلا مره في الزنقه تلاقاك مع شي واحد ما كتعرفوش وهو كيعرفك وكيحس هذاك هو بحال قلتي كيعرفك بزاف بحال صاحب انتم صحاب انتم انتريسي لداك الشيء جد وانا مثلا عاد كنهضروا هكذا يعني كيولي عندك صحاب انت ما عمرك تلاقيتي معاهم تخيل هذه زوينه بزاف كنت باغي نسولك على اليوم اكثر الحوايج اللي تخلي ويمكن هضرنا عليها اكثر الحوايج اللي تخلي الناس ما يديروش يتبعوا لا باسيون ديالهم هي تيخافوا من واش يقدروا يمونيتيزيوها ولا لا انت كيفاش قدرتي تمونيتيزي لا باسيون ديالك الفشل المادي الفشل المادي الفشل المادي كيفاش قدرتي تدوز من هذا وتولي تايق بلي صافي غنكملي في الموسيقى هو اول حاجه دابا انا مثلا في العام كامل ماشي ديما عندي فلوس ماشي ديما ما عنديش فلوس يعني كيجي الوقت كيكون عندي كيجي واحد الوقت ما كيكونش عندي واش ما كيكونش عندي ما كنكذبش على راسي كنبدا نقول انا ما عنديش دابا فلوس علاش حيت القرار اللي خديت هذا هو النتيجه ديالي يعني الطريقه باش منظومه ديال ديك الخدمه اللي كان فريلانس ولا كذا هو داير بحالو كذا دونك هاد ديجا الاعتراف ديجا مهم باش نفسيا كي داك الضغط كينقص كتولي التركيز كيطلع كنقول شنو هو المشكل اللي عندي علاش مثلا العام كامل كيجي واحد الوقت كينقص هذاك يا مثلا انا ما كنديرش التدبير مزيان ديال الفلوس يعني كنشد نقدر نخسرهم يا ما كنديرش انفيستيسمون كنعاودش كيدورو يعني ناخذهم كيعاود يدورو تيخسروا دونك كتبدا خدام بحال هكذا والاغلاط راه هما العادي عشان واحد كيصعب ليه زعما راه انك تغلط وانك تصيب ديسك عيان وانك تصيب حلقه فيها شي مشكل راه هو حيت بيهم باش كتبقى راه لاحظتي مثلا شي ابليكاسيون راه ديما كيسولوك واش عجبك الحال ما عجبكش شنو صيفط لينا فوالا صيفط لينا وكيشدو جمعوا دوك الاراء كاملين كتلقى كيصايبوا او ثاني واحد الفيرسون جديده اللي بحال دابا دوينا قبل على ادوب فوتوشوب ولا ادوب راه فوتوشوب فاش كان في السبعه ديالو راه ماشي هو في سي سي ماشي هو في كذا يعني كيبقاو غاديين كل مره كيتطور على حساب بهذوك المراجعات ولا دوك الريفيوز هاد الريفيوز خصك تكون كديرو مع راسك toujours se remettre en question tu vois l'autocritique انا شنو كيفاش عندي مشكل هنا هادشي الا ما صرحتيش راسك باللي كاين مشكل ما غاديش تلقى الحل هادي كذا كتبقى وما كاينش شي واحد اللي غيجي يلقى الحل بلاصتك انت هو اللي غتلقى نتايا فهمتي شوف زعما دابا العادي هو ان الناس فاش كنت تكون ما عندكش فلوس وكذا بحال قلتي كيحتقروك ولا مي نورمالمون خاص كيبان لي انه المجتمع ما خصش تحيد هذه الفكره ديال راه ما عندكش فلوس راه ماشي عيب وعندك فلوس راه ماشي شي حاجه شي بريفيليج هكذا فهمتي عندك فلوس هما واحد لوتي كتقدر توصل بهم شي حاجات فهمتي خصوصا مثلا في الارتيست راه ديما كينفيستي في الماطو داكشي دخلش عاود راه كتعاود تخسرو بغيتي تزيد شي حاجه بغيتي تبين دير شي كليب مثلا فيه تخدم فيه ناس كثار بغيتي تشري شي جيتار بغيتي تشري ان باس فهمتي دونك انت المونيتيزاسيون ديالك ديال لا باسيون ديالك ولا ديال هاد لي باس منين تجي اكزاكتومون واش من غير ستريمين ولا حتى الخدمات ديال الكليب هو كاين ستريمين كندخل منه شويه ديال الفلوس ستريمين كيخلص لي لي شارج ديالي باش نقول لي شارج ديال عندي في الشهر بيان كيخلصهم لي كيبقى الخدامي الاخرين هما اللي يعني كان بحال قلتي هما دوك البونيوس مي لي شارج اللي عندي في داكشي ديال التليفون انترنت داكشي الحماق كامل ستريمينغ كيخلصهم هاد الساعه ما تعاود تقدر تخرج موسيقى واحد اخر هاد الساعه حيت انايا مثلا الا دخلتي ما غيبانش لك الارقام ديالي طالعين مقارنه بزارتيست اخر فهمتي بحكم الموسيقى النوع اللي كندير بحكم يلاه يلاه راه دابا شحال يلاه 3 سنين كذا بحكم اني ما كنتش افيشاج بزاف ديال اللعيبه مي
مزيان زعما راضي على كيبان لي داكشي غادي منطقي فهمت يعني على حسب بديت في 2018 وبديت كنبوستي هكذا في 2019 وغادي منطقي خصني غير نكمل نزيد نخدم شويه نعرف فين كاينين المشاكل وصافي يكون خير خي حمزه عاودنا شويه على الاكسبيرينس الامريكان شفنا شي تصاور في انستغرام عرفنا شنو مشي جيت هوليود هوليود لعيبات شوف كانت هوليود فاش مشيت لتما جات بحال سنديباد عرفت الناس اللي مشاو سنديباد كيبان لك داكشي مصيب فهمتي ماشي حقيقي وكاين الفيلات بزاف والشمس بزاف بحال حيت ما معالينش كاين فيلات وكذا داكشي صغير وكاين الهونغار داكشي دونك ما انايا زعما البلايص اللي كيعجبني نعيش فيهم ديك البلاصه ما عجباتش ما عجبتنيش اي كاين داك الاحساس ديال واو هادشي بحال الافلام اللي كبرنا بهم وكذا هكذا مثلا من المدن اللي عجبوني كانت نيويورك عجبتني حيت مثلا داك كيفاش داك الضجيج ديالها والغوات والناس كل واحد لابس مستيلي وكذا وداك الشيء عالي بزاف بزاف فهمتي كثر من داك الشيء كتخيل فهاد الشيء واو ما مشيتش بهذيك الفكره ديال انا ماشي الاحسن بلاصه في العالم فهمتي ما حيت انا شنو الهدف علاش مشيتي واش كانت غير سياحه ولا كان بروغرام ديال فيلم ميكين مشيت باش نتعلم نشوف نجلسوا مع المدراء ديال لي فيستيفال كذا تشوف كيفاش كيخدموا هما كذا وكان شوف... زعما ريزولطا مزيان ولا تعلمت بزاف ديال الحوايج وزعما كتشوف تما كدير واحد المقارنه غير خصها تكون هيلتي ما تكونش مشيت تقول نري انا ما كاين والو فهمتي حيت الا بغيتي تمشي بهاد اللعيبه صافي غتدمر وما غتكملش ما كتشوف شنو هما عندهم كيفاش هما كيخدموا كيفاش يفكروا كيفاش مثلا غير مثلا هما تما راه عندهم تقدر تخرج تصور داك ديال الرخصه ما كاينش هاد المشكل هنا مثلا خص تكون مؤسسه وكذا شركه عندك كذا باش تقدر تاخذ اوتوريزاسيون يعني مثلا ملي كتقول لهم تما راه انايا صانع افلام مستقل ولا اندبندنت فيلم ميكر كيقول لك مزيان كتقول لي راه ما كنقدرش ناخذ رخصه راه زعما خصني رخصه باش نصور او كيفاش انت في بلادك كيفهمهاش ما كيفهمهاش كيقول وكيفاش كتصور اذن فهمتي يعني كتصور بالتخبيه دونك كاين بحال هاد اللعيبات اللي كنظن مع الوقت غيبداو يتقادوا كانوا بزاف لي ديتاي ومشيت تما ما ديتش معايا الباسه ديالي فهمتي ديت معايا تليفون باش نستمتع ما صورت حتى شي حاجه زعما ما درتش فلوغ ولا كذا مشيت باش نشوف حتى الناس تلاقيت معاهم حتى هما كانوا واعرين ظريفين تعلمت منهم بزاف ديال الحوايج ديتي معاك 3310 ايش كنت في واحد الفيديو شحال هادي هذاك التليفون لا داك التليفون ماشي ديالي ماشي ديالي كان ديال كان في الدار وفيه كاميرا كنت شفت واحد الفيديو اللي كيفاش تصور ب 3310 تصويره واعره هو ماشي 3310 مي زعما نفس هذاك اللي كيف كاميرا تليفونات هذوك اللي كيتسموا عظيم عظيم وكانت فيه كاميرا قلت غنشوف حتى الفكره ديالو ماشي هو تصور به غير راه ما حدك عندك شي حاجه فيها كاميرا ممكن زعما راه ممكن واخا داك كذا دونك رجعوا للامريكان هي بلاد حيت ما يمكنش تحكم على بلاد وانت ماشي لا واحد المده قصيره خصك تعيش فيها خصك تعرف بزاف داك الدارك سايد ديالها فهمتي بحال دابا الا جيتي شي مدينه بغيتي تعيش فيها اول مره خصك تضرب واحد 3 سنين عاد كتعرف مثلا فين البلايص اللي تاكل فيهم زوينين ترونسبور اللي تركب فيه هاد البلاصه راه خايبه هاد البلاصه راه مزيانه فوالا دونك ما مشيتش بديك الفكره ديال نمشي باش نقول واو ناري مشيت نشوف نكتشف زوين صافي ونرجع وكاينين بلايص اخرين واعرين وصافي فهمت صافي دونك وصلنا تقريبا الاخر ديال الحلقه غادي نسولك واحد السؤال مهم شنو هما ثلاثه الحوايج اللي تبغي تقول للدراري باش يتبعوا الشغف ديالهم يتبعوا لا باسيون ديالهم ياخذوا هذا لو ريسك ويكملوا فيها اول حاجه الصحه النفسيه ديال الانسان ديالك انت خصك تخدم عليها باش تكون مزيان حيت فاش مشيتي دخلتي الا بحال قلتي ما داك التليكوموند طاحت لك لوحه التحكم صعيب فهمتي صعيب ولا ما كانش داير بك الناس في شكل زاد يعني انا غدوخ وغطيح في واحد وغتبقى تفونديت لدرجه تقدر توصل كاع تسطا فهمتي دونك اهم حاجه هي الصحه النفسيه
حاولت زعما كنقول دير حوايج اللي كيعجبوك، اسمع موسيقى اللي كتعجبك، ريح في البلايص اللي كيعجبوك، فهمتي شي حاجه برسطاتك. ما تبقاش تخاف من المجتمع، يعني مثلا تقول انا ريران راه المجتمع، واش انا غنحس براسي مزيان؟ صافي اللي كتخليني انا ياك مرتاح ندير. حيت عندنا هذا المشكل ديال ناري غيقولوا عليا الناس، ناري فهمتي، كتبقى الناس غيهضروا غيهضر، كتبقى مبرزط مع الناس وكتنسى راسك. انا اهم حاجه هو نكون انا مونطالمون هكا كلين بخير ترونكيل. دونك الصحه النفسيه راه مهمه. وانت اللي كان عندك شي مشكل شوف سير دير سميتو، شوف طبيب نفساني ولا فهمتي، زعما ماشي عيب عندك مشكل سير هضر على هذا الشيء ديالك باش تلقى الحل. ثاني حاجه هو المقارنات، ما بلانش يعني مقارنات من الحوايج اللي كيخليوك تبقى في بلاصتك. حيت كتبقى ديما تقول انا بغيت فلان احسن مني، ولا هذاك فايتني في الارقام ولا كذا، ولا شو هو مزيان. واش بغيتي تكون بحال هكذاك خدم عليها، دير لها طريق ديالها، فهمتي. عرفتي ديك اللعبه اللي كنقولوا في الدارجه ديال عنده ما تحسدش، صافي ما تبقاش ما تبقاش مركز معاها، ما تبقاش حاضر. ايه بان لك اقول اخونا، حتى راه ما كاينش شي واحد ما دار ما تادبش، ما عرفش لي كونديسيون اللي عنده هو واش هو لي ميم واش شو. ما كاينش شي واحد ما ضربش تما شي. انا نعطيك شي ناخذ اكزومبل ديال مثلا شي واحد يكون يوتيوبر وعنده فلوس يقدر يمشي في اي بلاصه وكذا، فهمتي. مي راه زعما ما تقولش راه ديما وفرحان، راه يقدر يكون جالس كيبقى راه بان لي كومونتير ولا كيقول علاش مثلا باغي يوصل شي حاجه وما وصلش لها، من انت كيبان لك انه هو راه مرتاح ترونكيل، فهمتي. دونك هذوك المقارنات يقدروا يخصهم يموتيفيوك، ما خصهمش يبقاو غير تبقى تمبرزط وصافي وما غتزيدش، فهمتي. تبقى كتضيع على الوقت وكتضيع على الانرجي. ثالث حاجه خصك دير بدا، ماشي بدا دير. دير حيت هو ديما غتبقى تبدا الهضره بزاف ما تتش خدام. دونك خاصك داكشي اللي باغي ديرو ما يبقاش في راسك صافي. يعني الا بقى في راسك بحال قلتي راسك كيتوهم لي انه تدار، تالمو كتكونسومي كتفكر فيه كيصعب لك صافي وقع. كاين اللي طرا لي البلان تيعرف صافي في راسو، عرف كيفاش يدير واحد الحاجه صافي، ماشي مابقاش موتيفي باش يدير. خاصك دير، جرب دير، بمعنى جرب. غتحط مثلا عندك شي حاجه شي فكره تا كتبان لك كرياتيف، حطيتيها ما مشاتش مزيان، ما كيعنيش انه الفكره اللي خايبه. تقدر مثلا الوقت اللي حطيتيها فيه، البلاصه اللي حطيتيها فيه، فهمتي. ديما شوف من هاد السايت، ما تبقاش زعما تقول، ما تبقاش تلوم في راسك انا يا لا راه انا هو اللي انت يا. عندك واحد تايم لاين في بدايه وفي نهايه ديال اي بروجي ديال اي حاجه ديال اي كارير، خصك تحترم هذوك اللعيبات، فهمتي. كتبدا في الاول ما عارفش، كتضيع الوقت، كتعلم، كتلاقى الناس، كتفشل، كتجي واحد كيدير لك شي مشكل، كتبدا ما عندكش مع الناس، كتعرف تنصفي، فهمتي. هادو مراحل كدوز منها، حياه مراحل. دونك البروسيس ديال اي بروجي خصك تحترم، ماشي تقول ما تبقى حتى ديك المقارنه اللي هضرنا عليها. مش كيوقع لك كتبغي البروجي ديالك البديه ديالو يكون بحال ينجح مع البدايه مثلا وهي ما يمكنش، ما يمكنش حتى باش تقول واش نجح ولا لا، خصك تعطي لراسك واحد الوقت تقول غنبدا دابا، ومن هنا 6 شهور عاد نشوف واش نجح ولا ماشي. ماشي دوز جوج سيمانات تبدا. احسن اكزومبل كيجيني هو العرس. العرس في المغرب مثلا، العرس فاش كتحضر ليه اش كيبان لك؟ كلشي لابس مزيان، كلشي والناس دايرين مثلا ميك اب وداكشي كيبري، كل شيء هو هذاك، فهمتي. والماكله باقي محطوطه زوينه وكذا. كنشوف الغد اللي ديال نهار العرس في الدار ديال العرس، شوف الغد اللي فاش كيسالي العرس كيفاش كتكون الدار، كيفاش كتكون مرونه، كيفاش كيكون داكشي باقي المواعيد ما مغسولينش، شي ناعس في اي بلاصه شي مناعس شي، فهمتي، شي حوايج وما عرفت فين كاينين، شي لابس محيط طالون داير صنداله شي. هذاك العطا راهو هي راه هي كنقول هي لي كوليس ديال العرس. دونك انت فاش كتبغي تصايب بروجي تقبل حتى لي كوليس ديالو، ما تشوفش غير الرجال. هذا بلان ناضي جو كخوا الدراري غيستافدو من الثلاثة ديال ثلاثة لي كونساي. دونك شكرا اخي حمزة، اخي منير شكرا، عجبني الحال بزاف، ريحنا اول مرة تنتلاقاو مور ديزون، ولكن حسيت بحال لما ماشي اول مرة، داكشي سبونطاني اليز موجدين والو، وجو كخوا قلتينا بزاف الحوايج اول مرة تقولهم.
شكرا بزاف وعجبني الحال لشي وصل شي لي اليوم وباقي تنشوف بلي غتوصل الحوايج كبار ان شاء الله. شكرا اخي وتبارك الله عليك ونشوفك ان شاء الله. يا شكرا خيبت. انا بغيت نقول شكرا كاع الناس كي تفرجوا حتى كاع الناس اللي وصلوا حتى لهذا الوقت هذا في حيت ماشي اي واحد يمشي هذا الوقت كيبقى يسمع لينا. سمحوا لي انا الا درنا شي غلط ولا كذا و جود لاك لاي واحد حط سعيد صامخش. دونك نتلاقاو في حلقه جايه ان شاء الله. بحال اللي قلت لكم في الاول تقدروا تفرجوا في هذا ليبيزود سوغ يوتيوب فيسبوك انستغرام وتقدروا تسمعوها سوغ توت لي بلاتفورم دو ستريمينغ ديزر سبوتيفاي اي ابل بودكاست. تهلاو.